حاليا الطلبة بتستعد للتقديم يا دكتور أشرف، في رأيك يعني وجهة نظرك تفكر إزاي؟ يعني أنا طالب حصلت على الثانوية العامة وعايز أخوض رحلة التعليم الجامعي أو المرحلة الجامعية، أفكر إزاي؟ علينا أولاً إن احنا ندرك إن مفيش كليات اسمها كليات قمة وكليات أخرى تصنف على غير هذا. ما احنا بنقول ده من سنين، بس يعني دي أصبحت حقيقة راسخة. أعتقد إن المنظومة بتاعة الدولة يجب إنها تتكاتف لتغيير ثقافة المجتمع شوية. اللي بيتكلم عليه سيادة النائب هاني بيه أباظة إن واحد عايز يدخل كلية الطب وما دخلهاش، مش ضروري يدخلها. هو كل واحد عايز حاجة في الدنيا بيحققها. الأماكن المتاحة لا تتسع للعدد كله، وبالتالي هي منافسة. وهل الدولة في حاجة لكل هؤلاء المهندسين وكل هؤلاء الأطباء وكل هؤلاء التجاريين؟ يعني هنا ما فيش شيء دايما بيخضع فقط لرغبة الطالب، ولكن كمان رغبة واحتياج المجتمع. التعليم الطبي تعليم غالي وتكلفته غالية جدا، بس جائحة كورونا أثبتت أن احنا في حاجة إلى صحيح أطباء. ده أمر أكيد. وعلى فكرة في خطة التنمية المستدامة محطوط فيها، ولذلك أنا متفائل بالمستقبل، لأن احنا كانت خطة التنمية المستدامة بتقول احنا عندنا نقص في الأطباء، عندنا نقص في كليات القطاع الطبي، عندنا نقص في التعليم التكنولوجي في القطاع الهندسي، احنا لسنا في حاجة الى انشاء كليات حقوق وتجارة واداب جديدة. لا يعني بالمرة اغلاقها، لكن اللي موجود موجود، لكن ما ننشئش جديد. طيب عشان نعدل الهرم ده هنعدله ازاي؟ كليات قائمة بستاف موجود، يبقى بنعدله في الجديد اللي ينشأ من هنا ورايح، يبقى نزود فيه التخصصات اللي احنا في حاجة اليها ونقلل من التخصصات الاخرى، فالهرم يتعدل تدريجيا. انا اعتقد ان هي دي الرؤية اللي يجب ان احنا نتمسك بيها، سواء في التصريح للجامعات الخاصة الجديدة او التصريح للجامعات الاهلية. الفكرة بتاعة المجتمع هتتحول لوحدها، لان لو انا عايز اتيح اكتر في الطب هيدخلوا الطب. لو انا فاتح في اماكن زي اللي بيحدث في تنسيق، انا اقول كلمة قالها الدكتور طارق شوقي. دكتور طارق شوقي قال ما يحدث في الثانوية العامة هو مرض والناس بترفض العجاب العلاج. التعبير ده تعبير جميل جدا. الناس بترفض العلاج، بس انا اللي يهمني ان هو صرح واعترف، ومش ذنبه ده تراكمات سنين، انه مرض. فمن الصعب جدا علينا ان احنا نعتبر ان الثانوية العامة بما فيها من تجاوزات و30% فوق 95% ان ده معيار يسمي نفسه متفوق. انا على فكرة قلتها وفي ناس زعلت مني، بس احنا اللي بنخلق لدى هؤلاء الشباب الاحساس بالاحباط. لما يشعر انه متفوق وجايب 95 و96 وما يدخلش الكليه التي يريدها بيشعر باحباط، بيبدا يزعل من المجتمع ومن دولته. بينما في الحقيقه احنا وصلناه لمفهوم غير سليم. انا كنت في الثانويه العامه وزملائي، اعتقد دكتور عباده، وكلنا يعني السن متقاربه. انا في السنه اللي دخلت فيها كليه الهندسه جامعه القاهره كانت اعلى كليه هندسه 78.6. كلية الهندسة كانت بتاخد من 72% في الأقاليم. حضرتك جبت كام؟ أنا كنت جايب كام و80، كنت بنقي براحتي. دلوقتي اللي جايب كام و80 ده يقعد في بيتهم. أيوه صح. فإذا إحنا خلقنا أزمة بإن إحنا نقلنا للمجتمع إن 95 ده متفوق، بينما ده كان الأول على الجمهورية 95. تمام. وبالتالي اعتبر نفسه محبط لما ما يدخلش الكلية التي يريدها. العدد المتاح من فرص التعليم في هذه الكليات مش كبير. نعم. وبالتالي لازم نغير مفاهيمنا قليلا.